أيوب شاب جزائري من ولاية تطري أبدع في صناعة الحذاء المحلي، وأصبح حذاؤه ينافس حتى ماركات عالمية لجودته وتفانيه في الصنع. أتعرف على أيوب وكيفية صنع هذا الحذاء في هذا البورتريه. المهنة هذه صناعة الأحذية اللي تعلمتها عن جد عن أب، حبيتها وأنا صغير. مع الأول كنت نقرا، من بعد حبست القراية دخلت في المهنة هذه مع العم تاعي، خلنا بدينا نخدمه. بداية الدخول المهنة تاعي حوالي كان عمري 16 سنة. دخلت بديت نخدم مع عمي في المهنة هذه وحبيتها وما زلت فيها إن شاء الله، وما زال نزيد نعلم الأولاد تاعي، ما زال نزيد نعلم بزاف غاشي. احنا الخدمه تاعنا دوكا وقت فات، كانت كنا نخدموا كما نقولوا في بدايه الدخول المدرسي ولا في نهايته، ما كناش نخدموا. دوكا الحمد لله تطورنا الحال، كما نقولوا تطورت الحاله، بدينا نخدموا عده انواع، نساء رجال اطفال عده لي موديلات. ربي سبحانه، كونتيتي ولا كاليتي، الجودة ثاني نخدموها. حنا دوكا ما بينا وبين لاشين ما نقولكش تنافس وإنما احتكار. بدينا حنا هيك ما نقولوا ما بينا وبين لاشين احتكار، وإن شاء الله المنافس الأول ليهم حنايا هنا في الجزائر.